صورتك اهو الانتاج اهو اهو شايفه منظرك عامل ازاي. طب بالنسبه لمنظرك ده بقى ايه بقى؟ ايه ده؟ مني شايف منظرك مش عايزه تتصوري معايا قولي لي لا سوري مش عايزه اتصور عادي جدا. بالعكس انا اصلا كنت هتصور لوحدي. اسكتي بقى بلا بالعكس بلا بتاع يا تكليله في شكلك على الصبح. عيب كده يا شادي. اه مش عارف انا في ايه. هو انت على طول في كل اسكتي بقى ما تقلبليش وشي بقى عايزه اتصور. ده ايه القرف ده؟ يعني انت بتضحك للناس اللي بره واللي جوه بيتك لا؟ ايوه بضحك للناس اللي بره واللي جوه بيتي لا. طب وانت مصمم ليه تبين للناس اللي بره ان احنا الحياه ما فيش منها والحياه حلوه وجميله بمجرد صور وفيديوهات؟ ما تعملش كده بجد ليه؟ البيوت مقفوله ومعروف بلاويها ايه؟ كل واحد في بيته حر. وانت اللي يهمك جوه ولا بره؟ ده بابليك بره البيت انا اعمل اللي انا عايزه. طب وانت يهمك جوه ولا بره؟ انا يهمني نفسي لا جوه ولا بره. نفسك وانا طز. طز طبعا اولعي ولا تشوف انت عايز تعمل ايه واعمل ايه؟ انت هتقرفينا. على فكرة أنا طريقتك دي بجد زهقت منها وقرفت. مفيش خروجة غير لما بنرجع متعاركين، مفيش خروجة غير لما بتقعد تشتم فيا وتهني وأقول بكرة يتعلم. بتقولي أهو مفيش خروجة، احمدي ربنا إن أنا بخرجك، في ناس ما بتخرجش مراتاتها أساسا. لا على فكرة ده أصلاً حقي عارفة عليك. أنت عارفة أنا كل خروجة بصرف فيها كام؟ على النكد والقرف ده. ده حقي عليك على فكرة. حقك عليا إن أنا أكلك أشربك مش إن أنا أخرجك. ليه بهيمة؟ بصرف عليك الشيء الفلاني. بهيمة في البيت عندك؟ هو ده. ربنا قال ان انا اكلك واشربك واجيب لك كسوتك ما قالش اخرجك. بتعرف ربنا قوي طبعا ونعم بالله. بس والنبي اسكت الله يسترك. اسكت يلا 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 عدلي لسانك معايا ولا يلا بلا بتاع. طب يلا عدلي لسانك معايا احسن لك وعدي يومك. طب يلا عشان عايز اكل. ده ايه القرف ده؟ ما تاكلي ولا تتنقلي. ما اكلتيش في البيت قبل ما ننزل ليه؟ هو انت يا ابني منزلني بكتني في الشارع؟ يا ابني احترمي نفسك وعارف انت بتتكلمي مع جوزك. ايه يا ابني دي؟ احترمني في الشارع واعرف ان انت بتكلم واحد. ما تعليش صوتك. طيب ما تعليش صوتك بدل ما هحترمك فعلا واوديكي بالقلم في الشارع على وشك. طب اعملها كده. فكر ان انت تعملها يا شادي. طب اهو انت اتجننت. انت بتضربني؟ اه اضربك واقول لي انا هفضحك في الشارع. صوتك والله بدل ما بصي هديك على وشك تاني. احترمي نفسك يا بت. انا مش لاقي حاجه اضربك بيها. اضربيني؟ ده يبقى اخر يوم في عمرك انت وعيلتكوا حبيبتي. انت اتجننت. قلت له اصلا كنت اتجوز واحده يا شباب. انت بتضربني انا في الشارع. كنت لاقيين تاكله. انا بتضربني في الشارع. اضربك واولع فيك يا حبيبتي. طلقني طلقني عشان انت ولا حاجه. طلقني عشان خاطر انت مش راجل. استغفر الله العظيم. احترمي نفسك يا بنت. يا الكلام احترمي نفسك. احنا واقفين في الشارع. بقول لك ايه يا حبيبتي انت في ايه؟ قليلة الذوق عماله بتعلي صوتها عليا. مين دي يا حبيبي قليلة الذوق؟ هي مراتي. مراتك ادي قلتها مراتك. مراتك يعني في قفاك. ايه ده يا بالرجوله يا بالرجوله يا محترم. انا هضربك تاني والله. والله القلم ده ما هسيبه يا حبيبتي. استني انت ازاي اصلا تشتمها في الشارع؟ ازاي تشتم واحده ست اصلا ومراته حتى لو مراتك ازاي تشتمها في الشارع؟ كسر. بقول لك ايه اتطلقي. اتطلقي. لطشني بالقلم. لطشني بالقلم. مالناش دعوه بالحوارات دي. مش كل مره مالناش دعوه. ايه ده بيشتمها في الشارع. بيشتمك ازاي يا حبيبتي في الشارع؟ انت مالك اتطلقي يا ماما. انت مالك اتطلقت بيهم من الدنيا يا حبيبتي. اتطلقي وشوفي حالك. طلقني. بقول لك ايه خد يا انت طالق في 60 ده يا طالق. تعالى تعالى يا حبيبتي. يا عم فين يا عم ده؟ تعالى حبيبتي تعالى قدام اختك. انا على ابو جواز. انت مش محترم والله. لا كركرك في المحاكم. اصحى في محاسيبك. والله العظيم لا كركرك في المحاكم. انت عايز ايه؟ شفت الجواز؟ والله ما حاسيبك يا صوت على حاجه. انت ما تقولش بس يا محاسيبك. بقول لك يا ابن عمي صلي على النبي. يا عم المعلم يمين ثواني. انت طالق طالق ايه يا عم؟ انت لو مراتك بتعملك يا عم 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 يا مش كل واحد معاه مشكلة يطلق مراته في الشارع ويعمل حكاية ويهزك نفسه ويهزك مراته. دي سيحتها. ولم الناس على دي سيحتها هاني وقالت لي مش عارف ايه يا زبالة. زبالة مين؟ وانت كنت بتقولي الجوازة دي يا اختي. ده انا صارف عليك الشيء الفلاني والزبالة. راندا كلمي انت. كلمي انت. اسمع الكلام ده. وانت طالع حط شطة. اتكلم انت يا راجل. يا جماعة مش من الرجولة اصلا ان راجل يقف يهزق مراته واخته اي ست يهزقها في الشارع. ده اصلا طالما هزقها في الشارع اختي تتطلق. مفيش كلام. احنا ما عندناش علاقة كلام. ده زلوا عيلتنا.
هزقتني تتطلق. ايوه طبعا. فيها ماما بره عنك، انا حر في مراتي خلي بالك. لا لا ثواني، لا 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 ثواني، انا حر بالرجوله ان الراجل اصلا حتى لو الست غلطانه ان هو يهزقها في الشارع. معنى كده ان انت مهزق. اطلقي يا ماما. بس معنى كده ان انت ايه؟ مهزق. ايه ده ماما؟ ايه ده ماما؟ لازم تضربوه. ايه ده ماما؟ اطلقي يا ماما. ايه ده ماما؟ اطلقي يا ماما، مفيش مشاكل. ايه ده ماما؟ يا عم مش كل حاجه الطلاق. اطلقي يا ماما. جاهز هيشتغل على طول. ايه دي؟ ايه اطلقي يا رب؟ الله ايه في عيال يا ماما؟ في عيال، في اطفال. اطلق. الله برضه. طب انتوا يا جماعه لو مكان الست ديت واتخانقوا في الشارع علشان خاطر صوره تتطلق ولا ما تتطلقش؟ لا 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 لا. ده موضوع تافه يا عيال. لا لا لا. عشان صوره. امال انت دخلتوا في الموضوع ليه؟ وطلقها طلقها طلقها خالص. ده خلاص اهو بقى الناس زي ما انتوا شايفين كده رندا. الناس اللي يعني طلعها طلقها هي بوتاجاز متحرك على الارض. يا جماعه الطلاق ده بس فكروا فيه عشان في اطفال بتتظلم في النص. انا كنت هضربك بس خلاص يلا.